كلمة الآن لسعادة سفير روسيا الاتحادية ممثلا للسلك الدبلوماسي العربي في سوريا، فليتفضل، والأجنبي فليتفضل. مشكورا سعادة السفير. أعطوني محل، بس أعطوني محل. الإعلاميون، أي فوضى ستؤدي إلى خروج الإعلام فورا، أي فوضى ستؤدي إلى خروج الإعلام فورا. اسمحوا لنا بالابتعاد عن المنصة. سيد الرئيس، سادة المشاركون المحترمون، قبل كل شيء أود أن أعبر عن شكري على الفرصة المتاحة لي كي أتوجه إلى هذا الاجتماع وكي أنقل إليكم امتنان السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية لروسيا الاتحادية للدعوة المقدمة له للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، وكذلك تمنياته بالنجاح والتوفيق في عملكم. من الواضح تماما أن ما دفعكم إلى تنظيم هذا المؤتمر هو عدم قبول مشاركيه مثل جميع السوريين لما يحدث حاليا في بلادكم من التطورات، وكذلك الرغبة في وضع حد للعنف والدمار وعلامة الشعب السوري ومعاناته بأسرع ما يمكن، والتطارق في نهاية المطاف إلى تحقيق تطلعاته المشروعة فيما يخص بإقرار الديمقراطية وإنجاز الرفاهية والتقدم. إننا في روسيا التي تربطها بالشعب السوري على مدى عقود علاقات الصداقة والتعاون وحتى روابط قرابة، وأقصد بذلك عائلات مشتركة عديدة، لا نتعاطف معكم تعاطفا عميقا في ظروف المحنة التي تعيشها بلادكم فحسب، بل ونؤيد هذه التطلعات والطموحات بشكل كامل. إننا ومثلكم أيها المشاركون المحترمون نرى الهدف الرئيسي حاليا في وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري، سواء من طرف الحكومة أو من طرف المجموعات المسلحة. والهدف الآخر ليس أقل أهمية هو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة إلى مجرى الحل السياسي السلمي. إننا واثقون بأن إطلاق العملية التفاوضية الجادة وبدون أي شروط مسبقة هو طريق وحيد يمكن من خلاله الخروج من المأزق الحالي الذي لا يبشر الاستمرار به بخير سواء لسوريا أو للمنطقة بأسرها. فإن الحوار المفتوح هو الذي يسمح بطرح ومناقشة جميع المسائل التي تهم الجانبين. كما نتضامن معكم فيما يخص وجوب تسوية الأزمة السورية بالسوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي، بما في ذلك وقف التمويل والتسليح وإيواء مجموعات مسلحة متضمنة مرتزقة جانب. وإن هذه الأهداف هي التي ترمي الجهود الروسية إلى تحقيقها بالتنسيق والتعامل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة السورية التي نكون على الاتصال الدائم معها، بما في ذلك بشأن القرارات غير سهلة من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة، وفي اتصالاتنا مع الدول الغربية بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، وكذلك مع الأطراف الإقليمية، نركز جهودنا على حث على التأثير على المجموعات المسلحة السورية التي يكون لها الأطراف التي يكون لهذه الأطراف
النفوذ عليها، وذلك بهدف وقف العنف والتطرق إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية. ولابد أن تكون تلك البنود الستة لخطة كوفي أنان التي لم تفقد من أهميتها، وكذلك بيان جنيف الختامي أساساً لإيجاد هذه الحلول. من هذا المنطلق نؤيد جهود السيد الأخضر إبراهيمي الممثل الخاص المشترك، والتي نسعى إلى تقديم مساعدة لازمة لإنجاحها، كما نؤكد استعدادنا للمضي قدماً في التعامل مع الطيف الكامل للمعارضة السورية على أساس المبادئ المذكورة، ونولي أهمية قصوى لتوحيد جهود كافة أطرافها الداخلية كانت أو خارجية على حد سواء، وذلك على أرضية مشتركة تقضي برفض العنف والتدخل الخارجي، وكذلك بدعم إطلاق حوار وطني شامل لما فيه مصلحة السوريين جمعا. نأمل بأنكم ستؤكدون من خلال قراراتكم على هذه المبادئ، وتظهرون أن المعارضة الداخلية الوطنية تمثل قوة سياسية حقيقية مستعدة للحوار البناء مع السلطات على أساس توحيد الجهود لكافة القوى السياسية الوطنية لما فيه المصالح العليا لسوريا ولشعبها. نتمنى لكم النجاح والتوفيق في عملكم، وشكرا.